ما تجيش اون اغاتي لو بلا اون اغاتي اون اغاتي. يعطيك الصحه. من بعد حين نتكلموا على الحلويات ان شاء الله نرجعوا لها. نولي ليك مرات انا شهيناك يعني تنجوع. ما جبتلناش المعالق. كنا منذ قصيام والله شغل تاع زمان تاع زمان ناكلوا البركه بيدينا. طيب هي متعتنا بهذه الاكله الجميله جدا وسخفتنا لها ربما وقال كاع نديروها عشاء العشيه وعلاش لا لا العشيه ما تلحقش يا منى ما نلحقش لاباط لازمها ترتاح انا ما نطيبهاش لاباط نحن نشريها ما تطيبيهاش روحي ادي هذه تاعي وكليها يسلمك شكرا اذا هي متعتنا بالاكله التقليديه راح تمتعنا بقصيد شباب ولا نخليك انت براحتك تختار لنا مراده ماكاش يلا والناس يعني والضيوف لما تقولي لهم نخليك انت تختار هذاك وين يبدا قصارى جهدي هو باش يبدا نعم. خليك تبدا مراد هذاك المقطع لك اندلسي شويه يلا ومن بعد القصيد هذا اوكي اتفضل ثبت يقينك كل شيء مكتب في جبينك بالمحبوب تدفر والمولى يعينك مقصودين راهم في سعانية مقصودين راهم في سعانية والله ما ننساهم مهنوا عليا والله ما ننساهم